كرامب. أنا مش قلت 100 مرة محدش يمد إيده عليها ولا يزيها؟ ها؟ أنا آسف. آسف. أنا مش قادر أفهم نوعيتك من البشر. مين حبيشة ده عشان تعملي عشانه كل ده؟ مين؟ بس أنا هعرف أقنعك كويس. ممكن اخلي الرجاله دول يعملوا فيك كل اللي هم عايزينه. بس انا مش هخليهم يعملوا كده. عارفه ليه؟ عشان انا عندي ضمير. أنا هسيبك في قلب الصحراء. خليك لابس سكك تنعش في لحمك وتمصمص في عظمك. لو انت متي انت وحظك، ولو عشتي هتعيشي بعض.